فيش داعي نقاطع بعدين 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 خلاص يا استاذ. طيب انا فاهم يا استاذ مجدي انت عايزه تقولي ايه. هتقدمي حاجه تاني؟ ماشي خلاص 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 ارجو بقى خلاص 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 انا سامعك خلاص. اتفضل. الاتحاد الدولي ما بيوصلوا شكاوى من اشخاص بيبتدي يرد على الشكاوى دي، لولا هذه الشكاوى ما كانش هيرد، مش كده؟ احنا من ضمن الناس اللي تقدمنا للفيفا وقلنا له ان احنا الوضع حصل فيه 1 2 3، صورنا له شكل عام الانتخابات اللي كان مندوبه فيها كان مجدي شمس الدين، وقلنا له حصلت الاخطاء التاليه، تزوير، كل الكلام ده عرض على الفيفا. بقى الفيفا قال ده شان داخلي بمستند رسمي بخطاب جاي من الفيفا بشعار الفيفا معايا موجود، ممكن حضرتك تصوره. قال ده شان داخلي ولا شان لتدخل الفيفا فيه. الفيفا تدخل يا استاذنا في حاله واحده بس، اذا الموضوع تعلق بعناصر اللعبه. ليه قالوا عكس كده خالص؟ هم يقولوا لي يقولوه، انا عندي لائحه. اصل معنى الكلام ان يمنعني للجوء، ان يمنعني من اللجوء للمحكمه، ده حق غير دستوري. طبعا كل الاحترام